أولا أنا عرفتها لما صحفي طرح لي السؤال. أنا ما كان عندي بعلم بهذا النوع من الاقتراحات، ونأكد لك ما كان أي مصداقية لهذا الاقتراح، وما تناقشناه تماما في أي هيئة، ليس على المستوى البرامج، ليس على المستوى الكتب المدرسية، ولا أي شيء. دونك الشيء اللي لاحظناه، وعلى كل حال راني نأكد عليه اليوم، على كل حال على المستوى الجماعة التربوية، أن معلومة اللي ما تمرش من لو سيت ويب ولا لي باج فيسبوك ما عندها حتى معنى، وليس علاقة بالجانب يعني بالجانب الحقيقي اللي راه يتمشى فيه اليوم القطاع التربية، وين رحنا مهتمين بدرجة قوية بعملية تكوينية. دونك بصفة عامة كل الوسائل اللي لازم نشغلوا عليها راها موجودة اليوم. يعني الأولوية مرتبطة بعملية تكوينية. الشيء اللي صبح يعني يرجون أن نطرحوا سؤال واحد من جبت المعلومة، ما تقوليش بس قريتها في صحافة، والصحافي قرأها عند جمعية، وجمعية قرأتها مع التلفزيون، إيوه والخيط، وتبقى تروج في الشبكة الاجتماعية بدون أساس.